خير يا سيد؟ خير ان شاء الله. شفت يا ابودا جبت لك ايه؟ مش عاوز حاجه. اه حبيبي يا ابودا، عسل. انا مديت لك ايدي قبل كده يا عطا وانت رديت بابك في وشي، واديك شفت الغريب عمل ايه. المره دي انا جاي لك وعارف ان الستره كويسه للبنات، وحمدي لك ايدي مره تانية وبقول لك يا عطا خلينا ستر وغطى على بعض. جوزني لو يا عطا. هو ده وقته يا سيد؟ يا اخي الاحساس نعمه. طب انا عارف الوقت معانا طالما ان هي معقوده. عايزك بس تقلب المشوره في راسك يومين ثلاثه وترد عليا، وبنتك وحفيدك هيبقوا امانه في رقبتي عشان نقطع دبر الغريب بقى ده ونخلص منه. وبنتك هتبقى في عصمه راجل، ومش اي راجل. كل شيء نصيب يا سيد. نصيب ان شاء الله.